وسهلا بمتابعي قناة ألوان تيوب. تحدي اليوم بين روان بدر وإيمان مشيع، طبعا راح نعرض عليكم مجموعة من صور روان وصور إيمان، ويلا نبلش. ما بدنا نوصيكم شاهدوا الفيديو للنهاية وفجروا الفيديو لايكات واشتركوا بقناتنا إذا مو مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم إشعار بكل إشي إحنا بننزله على القناة، حتى تشجعونا نعمل فيديوهات جديدة تكون مميزة إن شاء الله. طبعا كلكم بتعرفوا إنه روان عمرها 13 عام وإيمان عمرها 10 أعوام، وإذا حابين تعرفوا معلومات أكثر عن روان أو عن إيمان إحنا رفعنا عدة فيديوهات وقدمنا فيها مجموعة من المعلومات عن روان وعن إيمان، وخلينا نشاهد بعض الصور. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومشاهدة التحدي للنهاية، وإذا ملاحظين إنه الصور كتير مميزة وحلوة بس أنتوا اللي راح تقيموا هاي الصور وتقولوا لنا مين الأحلى والأجمل والأكثر أناقة بين روان وإيمان. ويلا شوفوا هاي الصورة، روان وإيمان لابسين باللون الأحمر، وشوفوا ما أحلاهم. وكمان هاي الصورة كتير حلوة، شوفوا الابتسامة الجميلة من إيمان وروان، الله يخليهم لأهلهم ويحفظهم. وهاي الصورة وهم رسمين على وجوههم، بس مين اللي رسمته أحلى يا ترى؟ وهان مين أحلى باللون الأسود، روان أو إيمان؟ ويلا يا أحلى متابعين، وفي نهاية الفيديو لا تنسونا من الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ومشاهدة هذه المقاطع والاشتراك بقناة وايت تيوب، وإلى اللقاء في تحدي جديد.